مهما كانت قناتك كبيرة أو صغيرة، مفعلة أو غير مفعلة، لازم حرفيا تكون عامل الجزئية دي، لأن هي مهمة جدا 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 لاستقطاب جمهور لقناتك على اليوتيوب من برا اليوتيوب يا صديقي. ده جزء أول. ده جزء تاني إن هي ممكن تكون مصدر دخل ليك وبشكل مستمر. أنا أعرف ناس بتحقق أرباح آلاف الدولارات بشكل مستمر، وممكن يكون رزقك ونصيبك في الموضوع ده. لازم حرفيا وخصوصا الفترة الأخيرة بعد لما الفيسبوك بدأ يحل مشاكل كتير جدا من منشئين المحتوى من غير ما يتدخلوا ولا يمسحوا ولا يعملوا اي حاجة، بيتفاجئوا بيلاقوا تم حل مشكلة الصفحة الخاصة بيهم وقناتهم فعلت ربح، والمحتوى اللي ما كانش مفعل بدأ يفعل، والفيسبوك بدأ يقلل من الضوابط على منشئ المحتوى، واللي انا بناشد اليوتيوب من المنصة الخاصة باليوتيوب انه يحاول يكون هادي شوية على منشئ المحتوى، لان منشئ المحتوى خلاص زهق وقرف واتخنق من ام اليوتيوب. لكن نصيحتي ليك انت كيوتيوبر، لازم يكون عندك صفحة على الفيسبوك، وعلى قد ما تقدر تحاول تشتغل عليها وبشكل يومي، وكأنك بتنزل على اليوتيوب نزل على الفيسبوك، وخد بالك ده جمهور وده جمهور، وممكن في الحالتين تكسب من هنا وتكسب من هنا بنفس الفيديوهات عادي خالص، بنفس الفيديوهات. واسمع الكلام اللي انا بقوله لك، والكلام ده مجرب بنسبة 100%، بنفس الفيديوهات ونفس الاداء، ولكن محتاج ان حضرتك تفكر شوية وتبدع. الخلاصة كالاتي، ان حضرتك لازم تنزل فيديو هنا، ولكن الفيديو على الفيسبوك او على اليوتيوب ايهما اولا براحتك بمزاجك، هنا او هنا. بس النصيحة اللي هقولها لك، لما تيجي تنزل فيديو على الفيسبوك انصحك انك تنزله بالطول مش بالعرض. موضوع العرض في الفيسبوك قليل جدا، فلازم تعمله مونتاج مختلف، فده هيساعدك ان يكون الفيديو ده مختلف على الفيديو ده. وحاول ترفع الفيديو بعنوان مختلف وصورة مصغرة مختلفة، ما تكونش نسخة كوبي بست، غير لما تكون على الفيسبوك قناة كبيرة وتكون على اليوتيوب قناة كبيرة. فهنا القنوات الكبيرة والقنوات المحققة ربح واللي بتدخل الفيسبوك ربح ويوتيوب ربح، اليوتيوب نادر جدا لما يديهم محتوى ومعاد استخدامهم، طالما هم بنفسهم اللي بيقدموا المحتوى وليسوا مستخدمين اي مواد خارجية زي ملخصات مباريات زي الحاجات دي، لان الحاجات دي معروفة بنسبة 100% ان هي محتوى معاد استخدامه. علشان كده انا بنصحك في 2023 في شهر 1 انك تعمل صفحة على الفيسبوك. لازم يكون ليك صفحة على الفيسبوك، اقفل حالا واعمل صفحة على الفيسبوك باسم قناتك او اسم مختلف، وابدأ وشوف شروطها. وعايزين نتكلم على شروطها ان شاء الله، نتكلم على شروطها ونشرحها، يعني ان شاء الله حاول ان اتكلم على شروطها واشرحها بالتفصيل. بس انا غير مدرك وغير واعي ان لسه في منشئ محتوى الى هذه اللحظة عنده فرصة ان هو يعمل صفحة على الفيسبوك. انا الصفحة بتاعت الفيسبوك ما عملتش فيها اي حاجة وصلت 10,000 متابع، والله ما عملت فيها اي حاجة، والله بنزل فيديوهات وخلاص، فاهم؟ فحضرتك انت او مش مركز اصلا في شروطه، مش مركز ان انا نزل يومي، مش متابعها بشكل مستمر. فالفيسبوك في نسبة كبيرة جدا من المصريين ونسبة كبيرة جدا من الناس اللي بتتفاعل، على عكس اليوتيوب. يعني عايز اقولك ان نسبة اللايك عندي تقريبا 1% من المشاهدات، يعني حضرتك انا متأكد انك اتفرجت ما عملتش لايك، ومنك لله اصفر، فاهم؟ انت مش بتفيدني، يعني اللايك بتاعك مفروض يفيدني، لو عملته يفيدني اكتر، انت متفرج مش بتفيدني، فاهم؟ على عكس الفيسبوك بتنزل فيديو لقى الناس بتعمل لايك قبل ما تتكلم وكومنت، لانه عارف ان اللايك بتاعه هيتشاف، وعارف ان الكومنت بتاعه هيتشاف، فده بيخلي ان يعمل علاقة اكبر بين المشاهد وبين منشئ المحتوى. واتمنى اليوتيوب يحاول يعمل حركة زي دي. شكرا للجميع، ابدأوا حالا يا جماعة على الفيسبوك، نصيحة لوجه الله،
الفيسبوك الى حد ما ناس كتير جدا تقول لك ارباحه مش كويسة، ولكن انا اعرف ناس بتحقق $1,000 و$2,000 بناء على محتوياتهم، والموضوع بيختلف من محتوى الى اخر الى اخر الى اخر. وارباح الريلز حلوة كمان يا جماعة، ارباح الريلز حلوة كمان، يعني انت عندك فيسبوك تقدر تربح منه، وعندك ريلز تربح، يعني عندك طرق ربح كتير جدا. والله لو عايزين نتكلم انا ما عنديش مانع ابدا اتكلم لكم على الفيسبوك، والله ما عارف انتوا عايزين ايه. المهم تصبحوا على خير، نتقابل ان شاء الله في فيديو. تصبحوا على خير. ايه؟ صباح الخير، انا لسه صاحي من النوم. صباح الفل.